مفيش اي فرق بينه وبين الصوره. تمام، لايك جميل، تعالى يا جماعه اشتراك في القناه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعليكم وصحبه السلام وسلم. وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بجاكيت حريمي بطريقه سهله قوي قوي بسيطه. هنعمل الجاكيت ده بالكوره بطريقه جميله قوي قوي، بطريقه حلوه كمان وسهله قوي. اهم حاجه اللايك الجميل، تعالى لايك واشترك في القناه، ويلا بينا نعمل الجاكيت الحريمي بطريقه سهله قوي قوي بسيطه، ويلا مع بعض وهنعمل الجاكيت بشكل سهل قوي قوي بسيط. اهم حاجه بس اللايك الجميل، تعالى الاجمل واشترك في القناه لو مره تشوفيني ومره تعرفيني. اول حاجه خالص معانا بطرونين، البطرون الامامي والبطرون الخلفي. هنركن الخلفي على جنب شويه عشان التعديلات كلها هتبقى في الامامي بشكل سهل قوي قوي وبسيط. تمام، اول حاجه خالص هنعمل ايه؟ المرد بتاعنا البسيط. وبعد المرد هنعمل ايه تاني؟ هنعمل برده كمان المرد اهو كده، هنركبه ثانيه واحده. بصوا نعمل بس المرد الاول وبعدين اقول لك هنعمل ايه تاني. واحده واحده كده ونركب المرد بتاعنا. تمام اهو بصوا، وبعد ما ركبت المرد بتاعي بكون اركب بقى العرض بتاع الكول بتاعي. الكول شال بتاعي ده انا عايزه اعرف هيبقى عرضه لحد فين، والعرض بتاعه هينتهي لحد فين. تمام، انا عايزاه يبقى عريض مثلا هخليه 7 سنتي بالنسبة للمقاسات الكبيرة، من 10 لـ20 لـ15 سنتي، دي المقاسات الكبيرة اللي في كل شيء. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نعمله 7 سنتي، هو نخليه 6 سنتي عشان يبقى باين ليك. تمام كده، وهناخد كده الـ6 سنتي دول وننزل بيهم لحد النهاية، وبعدين نوصلها ضمن المرد بتاعنا. تمام كده، يبقى احنا خدنا من هنا 6 سنتي اهي ونزلنا بيها. وبعد ما نزلت الـ6 سنتي دول ببتدي اخد بقى المسافه بتاعه الطول الكوشيه. طيب دلوقتي انا عايزه اشوف الطول بتاعه هيوصل لحد فين، لحد دوران الصدر ولا لحد دوران الوسط. لو انا كملت على دوران الارداف يبقى ممكن اعمله لحد دوران الوسط، لو انا مش هكمل لحد دوران الارداف يبقى لحد دوران الصدر. تمام، هنيجي كده نبتدي من النقطه دي، باجي على نقطه حرده الرقبه الاماميه دي، بصوا كده بنفس النقط دي كده، وببتدي اطلع بدوران الرقبه الخلفيه. بعمل كده خط طولي بدوران الرقبه الخلفيه، بعمل حسابي مع دوران الرقبه الخلفيه كمان. طب تيجي نشوف دوران الرقبه الخلفيه كام، هيبقى بالظبط نقول كده هنقول 4 سنتي. تمام، وهنعمل خط طول من النقطه دي لنقطه حرده الرقبه. تمام كده اهو نفس النقطه دي، وبعدين بنبتدي ناخد كده الطول بتاعنا اهو، فاحنا هنخليه يبقى 10 سنتي، كفايه قوي 10 سنتي اهو. وبعدين اطلع هنا 3 سنتي، 3 سنتي بيدي بالظبط يعني بيريحك وانتي بتيجي تلفي الجزئيه دي لحد الرقبه الخلفيه. وبعدين ببتدي بقى اوصل الجزئيه دي وبشوف انا عايزاها توصلها كده. بصوا اهي، بصوا كده انا عايزه اوصلها لحد هنا كده اهي، بحيث ان هي تبقى متساويه اهي. تمام، طيب دلوقتي بقى بعد كده بعد ما وصلتها لحد هنا ببتدي اخدها بقى لحد الزاويه اللي انا عايزاها. انا ممكن اخدها لحد زاويه الصدر بنفس الشكل ده، ادي كده دي كده الكول شال بتاعتي. تمام، الخط الاساسي اهو اهي، خدتها من حد هنا لحد زاويه الصدر. طيب تعالوا بينا بقى نقص الجزئيه دي بشكل سهل قوي قوي بسيط، وهنبتدي القص من اول هنا وبعدين نطلع. مش هناخد الجزئيه دي كلها، احنا هناخد احنا كنا عاملينها بس بحيث ان احنا نحدد العرض بتاعها بس، وبعدين بنبتدي نقصها. تمام اهي كده بنبتدي نقص واحده واحده اهي بنفس الشكل ده. نبتدي كده اول نظبط الورق بتاعنا اهو. طبعا هتقولي لي طب افرضي في الجاكيت في بنسه، افرضي يا مريم الجاكيت فيه بنسة، هعمل لك البنسة اللي موجودة في الجاكيت وهظبطها لك واعمل لك كمان قصة البرنسس ان شاء الله. كل ده في حلقة تانية لوحدها، جاكيت فيه كل التعديلات دي. اما ده جاكيت بسيط خالص مفيهوش اي حاجة، اي حد ممكن يعمله بشكل جميل اوي اوي وسهل. تمام، ودلوقتي احنا خلصنا الجاكيت بتاعنا. طيب نجيب بقى الجزئية الاولى دي ونجيب دي ونبتدي كده نتني كده ونحط دي كده هنا، ونبتدي نتني دي كده ونحط دي كده هنا، ونبتدي نوصل الجزئين دول كده ببعض اهو. بصوا نبتدي ناخد
الاول نوصل الاجزاء دي ببعض وبعدين نبتدي نتنيها. تمام اهي بصوا نبتدي نتني الاجزاء دي الاول او ممكن نتنيها الاول بعدين نبتدي نوصلها. تمام بحيث ان هي تبقى ايه الموديل وقف لحد هنا. تمام فاحنا هنيجي كده ناخد نفس الاجزاء اهي اهي كده اهي. تمام ودلوقتي ادي الكل ادي الجزء الامام بتاع الجاكيت معايا. تمام ادي كده الجزئية الامامية بتاعت الجاكيت معايا. بصي اتعملت ازاي نفس الشكل بالظبط. تمام وطبعا لو انت هتركبي بقى الزراير وكده بتبتدي تركبيها بس الجزئية المفتوحة بحيث ان هي تبقى كلها مقفولة. تمام اهي ودي الجزئية دي بتركبي فيها زراير اهي بتركبي في الجزئية دي كده زراير بحيث ان هي تبقى مقفولة بنفس الشكل ده. بصي كل شغلة اتعملت ازاي اهي اهي بصي اتعملت ازاي بنفس الشكل. طب يلا بينا نركن دي بقى على جنب كده ونبتدي نقص الخلف. طبعا ده جاكيت بسيط يا جماعة مفهوش اي قصات مفهوش اي بنات كل الحاجة الوحيدة بس اللي فيه الكوتشي. ان شاء الله هعمل لك اللي فيه بنات الحلقة هنزلهولك هدور على جاكيت يكون فيه كل القصات بحيث ان احنا ايه نجمعها كلها في حلقة واحدة. تمام ادي الباطون الاساسي اهو وادي الجاكيت بتاعنا من قدام اهو. نبتدي الاول نوصل الكتف ببعضه بصوا الكتف اهو بصوا كده نبتدي نوصل وبعدين الجنب ثانية واحدة اهي الجنب تمام بعدين الكتف من هنا الناحية التانية برضو دلوقتي بقى بعد ما وصلنا الاجزاء دي كلها هنبتدي نوصل بقى حردة الرقبة الخلفية دي طبعا بتدور حواليها بس انا عشان خاطر الدبيس مش هتلففني الموضوع ده كله او الدبسة مش هتلففني كل الداير ده فانا ثبتها بس من النص كده بحيث ان انت تشوفي الجاكيت اتعمل ازاي اهو بنفس الشكل اللي احنا عايزين نعمله. تمام ادي الجاكيت اهو في اي مشكلة مفيش اي مشكلة خالص بس هنا النقطة دي بس نثبتها ان شاء الله نثبتها بالدبيس حتى اهي ثانية واحدة نجيبها لك تمام كده تمام. دلوقتي ادي الجاكيت بتاعنا اهو ركبناه بنفس الشكل بنفس الطريقة دي تمام. ممكن بقى تقفلي الزراير وتبتدي تقفليه كده اهو شوفي انت حابة تفتحيه ازاي او تقفليه ازاي او شوفي ايه الشكل انت حابة تديه لكل شدة تمام اهو. وطبعا المرد ده بيتني كده بيبقى مرد عادي خالص بسيط وبرده بترجعي تنفذي نفس التصميم كله تمام. هو ده الجاكيت بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنعملهولك بشكل الكسرات والقصات وكل حاجة بشكل سهل اوي اوي بسيط. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل واشتراك في القناة لو مرة تشوفيني اول مرة تعرفيني لايك جميل تعليق واشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب يكون التصميم سهل وبسيط وعجبك. وثانية واحدة هوريكي برضو التصميم. عنا الجاكيت يا جماعة نفس الصورة بالظبط اهو بصوا الجاكيت نفس الصورة بالظبط مفيش اي فرق بينه وبين الصورة تمام. لايك جميل تعليق واشتراك في القناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو الجاكيت تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية تانية والخطوة عمليه.